أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أن القطاع الصحي في البحرين تبنى مبادرات فاعلة ساهمت في تطوير مجمل الخدمات الصحية. وأعلن معاليه خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الثاني للأمراض الباطنية الذي نظمته كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي عن تخصيص دعم مالي لدعم البحوث الطبية المتميزة والمبتكرة في الطب الباطنية. المؤتمر الثاني للأمراض الباطنية جاء بهدف دعم قدرات الأطباء وإطلاع المهتمين على أحدث المستجدات العلاجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام، خاصة في ظل جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات صحية. والله هذه المؤتمرات الحقيقة مؤتمرات علمية عادة للمسألة تبتدي ببحوث، البحوث تبي لها الإعلان، الإعلان فيها المؤتمرات. فالمؤتمرات حقيقة هي فرصة لتبادل الخبرة، تبادل المعلومات، تبادل ونشر البحوث. فإن شاء الله في البحرين عندنا حين نشاط كبير في الموضوع بين جامعة الخليج العربي وجامعة الRCSI. فيعني يمكن في الأسبوعين الأخرين كان في 4 مؤتمرات، والحقيقة بدلنا يعني يكون في أبحاث محلية في البحرين، إن شاء الله يكون يعني فرصة أنها تمول تطور، لأن هذه شيء أصبحت يعني مهم يعني حق تقدم الطب وتقدم الخدمات الصحية عموما في البحرين وتميزها. يستعرض المؤتمر معظم التخصصات الدقيقة للأمراض الباطنية. سوف يعقد المؤتمر على مدى 3 أيام. سوف يلقي 46 متحدثا من مملكة البحرين ومن دول الخليج العربي ومن الدول العربية ومن دول من ألمانيا ومن أسبانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية. سوف يتطرقوا إلى موضوعات عدة مع الاتجاه لتأثير الكورونا على معظم الأمراض التي تصيب الإنسان. المؤتمر يطرح خلال أيامه 3 محاور مهمة في كل تفرعات الأمراض الباطنية، مع التعمق في مدى تأثير جائحة كورونا على صحة الإنسان، وذلك بمشاركة أطباء وأكاديميين من عدة دول. مؤتمر الطب الباطني لجامعة الخليج العربي تأتي أهميته أنه يسلط الضوء على آخر الأحداث في عدة المجالات في الطب الباطني. احنا سلطنا الضوء على جزء مهم جدا اللي هو أمراض القلب، وناقشنا فيه عدة مواضيع مهمة، وآخر المستجدات والبروتوكولات العلاجية في القلب في ساحة العلاجية للمرضى. هذا ومن المؤمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة تتعلق بمجمل الأمراض السائدة والمتعلقة بالأمراض الباطنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.